في شتاء عام 1962 لم يكن الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري لم يكن يعلم أنه يكتب رثاء النهر العريق مبكرا حين وقف على ضفافه وأنشد يقول: حييت سفحك من بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، بين الحين والحين. عقد من الزمن مر على العراق بعد الغزو الأمريكي لتبدأ مأساة أعظم أنهار العراق، حيث غادرت أغلب طيور النورس ضفاف نهر دجلة، وبرزت الجزر الترابية في وسطه، وانتشرت آلاف الأسماك النافقة على أطرافه وعلى سطح مياهه الراكدة تبعث برائحة كريهة. ليبدو ذلك ما تبقى منه في مناطق عدة من بغداد وجنوبي العراق، فما الذي جرى له؟ ولماذا أحاط به هذا القدر المأساوي شبه المحتوم؟ ينبع نهر دجلة من مرتفعات طوروس جنوب شرقي هضبة الأناضول في تركيا، ثم يمر بسوريا في ضواحي مدينة القامشلي على بعد نحو 50 كيلومترا منها، ليدخل الأراضي الجنوبية الشرقية للعراق، وتصب فيه مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق. يبلغ طول مجرى النهر نحو 1700 كيلومتر، ويلتقي في البصرة جنوب البلاد مع نهر الفرات ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. قبل عدة أعوام، ومع تهتك سطوة العراق عقب الغزو الأمريكي وسيطرة جماعات إرهابية لاحقا، يبدو أن شهية إيران قد فتحت على مياه العراق، وهو ما ترجم عمليا بإقدامها على إنشاء عدد من السدود على روافد نهر دجلة وتغيير مجاري روافد أخرى، إضافة إلى وجود مشاريع السدود التركية التي بدأتها أنقرة هي الأخرى بملء حوض سد أليسو على النهر في حوض الأناضول. عقب هذين الأمرين حروب متكررة وعنف مع تنظيم داعش الذي دمر منشآت مائية، وهذا مع افتقار الحكومة العراقية إلى سياسة حديثة لمعالجة أزمة المياه. كل ذلك تزامن مع شح الأمطار، ما أدى إلى جفاف عدد من البحيرات وتراجع مستوى نهري دجلة والفرات إلى مستويات قياسية، وهو ما بدا إيذانا بموت نهر دجلة الذي كان سببا في نشوء حضارات كبيرة ما بين النهرين كالأشورية والبابلية والعربية الإسلامية. الأمر برمته هدد ويهدد الماء باعتباره شرطا أساسيا لاستمرار الحياة في العراق، ويدق ناقوس الخطر دقا دفع بالناقد والروائي العراقي جمال القيسي للقول في تصريحات صحفية: إن عراقا بلا دجلة أو الفرات ليس عراقا، وعلى المواطن الآن أن يضغط على الحكومة لتفعل شيئا. فهل انتهت القصة؟ بالطبع لا. دائرة الآثار في إحدى محافظات إقليم كردستان أعلنت منتصف العام الحالي عن اكتشاف موقع أثري داخل حوض نهر دجلة بعد انحصار مياه النهر. الموقع ضم قصرا ومجموعة من المباني، إضافة إلى سور حجرية، وقال خبراء آثار عراقيون إن الموقع المكتشف كان قد رصد قبل سنوات في مجرى نهر دجلة، لكن ارتفاع مستوى المياه كان يمنع إجراء عمليات حفر أو تنقيب. الخبراء أكدوا أيضا أنه من المهم استغلال هذا الحدث المؤسف المتمثل بأزمة شح المياه بنهر دجلة لدراسة الموقع ولاستخراج اللقى الأثرية المهمة داخله.
نجح الباحثون والمنقبون إلى حد كبير في رسم خريطة لمدينة قديمة ضخمة، بالإضافة إلى قصر تم توثيقه، وتم الكشف عن العديد من المباني الكبيرة الأخرى كالتحصينات الضخمة بالجدران والأبراج، ومبنى تخزين ضخم متعدد الطوابق ومجمع صناعي. ولتكون أكثر، هل انتهت القصة؟ بالطبع لا. الخبر الجديد الذي تضمن العثور على الآثار الضخمة على جثة دجلة طرح باعتباره انتصاراً واكتشافاً كبيراً حمل على أنقاض النهر العظيم. فهل يفرح العراقيون باكتشافهم هذا؟ أم يحزنون وربما يبكون دماً على مياه ظلت تغمر أرضهم منذ خلقها الله وتجف اليوم بفعل فاعل قد يهدد وجودهم في عراقهم الجديد دون دجلته، ثم لا يكون لهم إلا الاحتفال بأنقاضه وما وجدوا فيها. لتكون أكثر، نهدي لكم جهودنا، فاستضيفونا بفنجان من اللايك والسبسكرايب ستصلكم هدايانا المتواضعة تباعاً.